أذهب معكم إلى موضوع آخر، حيث تنظم جمعية خزافي قرية تونس بالفيوم المهرجان الدولي للفخار والخزف والحرف اليدوية في دورته السابعة. المهرجان يهدف للتعريف بحرف الفخار والخزف، ويهتم بالترويج بالسياحة الثقافية والبيئية والسفاري من خلال استضافات عددا كبيرا من المشاركين من عدد كبير من مختلف دول العالم. للمزيد ينضم إلي أحمد فرج مراسل أون لايف. أحمد، أهلا بك، وأعتقد أنك تحضر حدثا تاريخيا وثقافيا واجتماعيا مهم للغاية، هناك الكثير من المعلومات ومن المشاهدات، فإليك أترك الكلمة. يعني يبدو أن هذا الحدث هو حدث هام جدا للغاية، يعني جذب السياحة هنا في مصر وبالأخص في قرية تونس ومحافظة الفيوم بشكل خاص. نتحدث عن مهرجان الخزف والفخار والصناعات اليدوية الذي يطل من هنا من قرية تونس بالعديد من المعروضات في دورته السابعة. على أي حال، العديد من المعروضات هنا في قرية تونس، بطول الطريق وأيضا جولة تفقدية لمحافظ الفيوم في هذه الأثناء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لهذا المهرجان الذي يضم معارضين من مختلف المحافظات، ليست فقط قرية تونس، ولكن قرية تونس تتميز نعم بالفعل بصناعة الفخار وأيضا يعني الخزف والصناعات اليدوية، وتكون هذه هي إحدى الصناعات الأولية بالنسبة لي يعني قرية تونس، وهي يعني الأقدر بهذا المهرجان وفي هذه المنطقة. كل عام بتزيد عدد المعروضات وبيزيد عدد العارضين، نتحدث عن يعني أعداد من محافظات أخرى، محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية ومحافظة الدقهلية، إذن هي مختلف المعروضات، وفي النهاية هو ما سيلقي الضوء عليه السائح القادم إلى هذه المنطقة. نتحدث عن سياح من مختلف المحافظات. هذا المهرجان الذي بدأ أول أيامه أمس وينتهي غدا بإذن الله، بيتم فتح المعروضات هذه في وجه السائحين وفي وجه أيضا يعني المصريين والعرب منذ أو طوال يوم المهرجان، والذي يستمر لمدة 3 أيام. على أي حال، مختلف الجنسيات تحضر هذا المهرجان، مهرجان هام للغاية، وقرية تونس قد تعد هي واجهة السياحة في الفيوم، بيحضرها العديد من الجنسيات للسياحة هنا في محافظة الفيوم، وذلك نتيجة للطبيعة وأيضا يعني بحيرة قارون وأيضا يعني الخضرة الواسعة، وهي ما تحظى باهتمام السياح. العديد من الأفواج التي تأتي أيضا في شكل مجموعات وفي شكل أتوبيسات إلى هذه المنطقة لحضور هذا المهرجان الهام للتعبير عن وجه آخر لمصر، وهو وجه الصناعات اليدوية الذي تزخر به مصر وتزخر به بالأخص قرية تونس في هذه الأثناء. طيب أحمد، ماذا عن الجانب الاقتصادي أيضا في الموضوع، ليس فقط الترويج للسياحة، لأنه يعني أعتقد أن هذا موسم بالنسبة لأهالي القرية، وأيضا يعني يحاولون أن يصلوا بمنتجاتهم إلى أفاق أخرى غير الشكل المحلي للغاية الموجود. يعني إذن هو طوال العام، ليس هو موسما في توقيت معين، ولكن هذا المهرجان هو الذي بيلقى زخما من العديد من السياح والعديد من المصريين والعديد من العرب أيضا الذين يأتون في هذا التوقيت لرؤية الصناعات اليدوية هنا في قرية تونس. قرية تونس هي عبارة عن ورش خاصة بالصناعات اليدوية، الخزف والفخار، وأيضا يعني جانب آخر للمعروضات والمحلات التي أيضا تتواجد في الشوارع بشكل عام على شكل باكيات، وهي يعني قد يكون الجانب الاقتصادي اكثر في هذا المهرجان وفي توقيت هذا المهرجان، لانه بيشهد يعني رواجا كبيرا من جانب السياح ومن جانب المصريين وايضا من جانب العرب. العديد من الاسر التي تاتي الى هذه المنطقه للترفيه ورؤيه الحرف اليدوية التي يعني زالت عن مصر، ولكن يبقى التمسك بها في أهالي القرية من عن طريق الورش التي يقومون بتصنيعها، وأيضا العديد من الرواج الذي يحدث مع كل عام في هذا المهرجان. يعني نتحدث عن أن هذا المهرجان بيشهد إقبالا كثيفا، ويشهد أيضا عدد من المعروضات التي لم تعرض في العام الماضي. إذن كلما تتقدم السنوات بنجد معروضات بشكل أكبر ونجد سياح بشكل أكبر، وهذا ما يلقي بظلاله على الجانب الاقتصادي هنا
في قرية تونس ومحافظة الفيوم بشكل عام. محافظ أو وزير التنمية المحلية تحدث عن أنه سيكون هناك اهتمام بقرية تونس لتكون محطة أنظار لعدد من السياح والسياحة بإذن الله تكون على خطوات ثابتة. بالنسبة لمصر قد تكون أيضا السياحة بالنسبة لتونس ولقرية تونس ومحافظة الفيوم هي الهامة في هذه الأثناء. نتحدث عن الصناعات اليدوية بعيدا عن الطبيعة وبعيدا عن المياه والخضرة التي تجذب أيضا السياح، هي التي تظل يعني الأمل في قرية تونس ويعني رؤية الواجهة الحضارية والواجهة السياحية بالنسبة للعالم. شكرا جزيلا لك أحمد فرج مراسل أون لايف، وذهبت اليوم إلى محافظة الفيوم، تحياتي لك.